ده عن كواليس بقى كاس مصر، نهائي كاس مصر ومباراة الزمالك واللي حصل ده كان وردود افعالك اللي كانت موجودة وقت ضربات الجزاء. انا عايزك تحكي لي كده بالتفصيل الماتش ده كواليسه كانت عاملة ازاي. ما ده التأثير اللي أثر عليا حضرتك. أنا كنت واصل، أنا كنت مقتنع جدا جدا انك إن أنا هتاخد آخد البطولة كأس دي. مصر، إحساس غير عادي. كنت رايح الماتش وأنا مرتاح، رغم ان انت حظك وحش زي ما قلنا مع كاس مصر. بس كنت جايب بدلة جديدة لا، وقلت عشان بقى، خاطر البدلة الجديدة قلت يبقى كان أظهر، لازم غيرت كان لازم القميص، تكسب. القميص اللبن اللي في التقرير، وقلت اجيب بقى بدله جديده وبتاع، واثق بقى من نفسي هاخد كاس مصر وبتاع. والراجل اللي اعطاني البدله قال لي بص وشها حلو عليك، خلي بالك هتاخد رجعتها له الكام تاني ولا عملت ايه؟ من بورسعيد. رجعتها له تاني؟ لا لا لا، محتفظ سميت بيها بيه. الحمد ماشي. لله. إيه، رحت المباراه. الفتره اللي قبلها كان في تراشق بين مجلس الادارات، كذا وكذا، وحكام اجانب وحكام كان مصريين، في مشاكل كمان في التحكيم. كان مشاكل. امال كان حكم اجنبي، باش مهندس طلب حكم اجنبي ودفع لاتحاد الكوره بقدره قادر، لان الكابتن محمد فاروق. رحنا المباراه قبلها كان في تعرض على الفيسبوك، شويه حاجات وشويه كلام ومش عارف ايه، انا ولا في دماغي الكلام ده. ركزت مع لاعيبتي اللي بكلهم كل احترام، احسن لاعيبه طلعت من تحت ايدي على مستوى مصر، من سموحه بكر وحسام حسن وناصر ماهر ومانجا والمهدي سليمان وابو جبل، وبصراحه مجموعه كبيره جدا، وعبد الله بكري. وياسر ابراهيم وعبد الله بكري وامد اكري، حاجه جميله جدا بصراحه. فرج عامر شاطر، باشمهندس فرج شاطر، صحيح شاطر، صحيح، اشطر راجل في مصر في التعاقدات بصراحه. ده حقيقي. ايه، عملنا الكلام ده، نزلنا فاشتريت البدله الحلوه قلت له والقميص تمام اللبني هناخد الكاس، ورحت بقى على قلت له هناخد. الماتش. قال لي متفائل، قلت له متفائل. اول 10 دقايق احنا جاي كاسبين 1-0، حمدي زكي، محمد حمدي زكي، كاسبين 1-0. هو ده القميص اللبني. القميص اللبني ده الدور قبل النهائي، وده الكابتن عبد العال جنب مدرب الاجوان، مش عارف كان طالع الصحراء وكان نايم، خد بالك. فانا تملي التركيز بتاعي، وكان معايا الكابتن علاء عبد الغني اللي هو اخويا وبحترمه يعني. كان عملنا الجون، فضلت العب ببص بقدره قادر، لقيت في الدقيقه 12 من الشوط الثاني احسن لاعب عنده حسام حسن بتاع سموحه، طبعا لقيته بيطرد. يا كابتن بتطرده ليه؟ قال لي إيه، عشان مش عارف حط ايده على ودنه والجمهور. يا عم بتطرده ليه؟ بقيت 10. 10 خلاص، الماتش انتهى. ده بلعب الزمالك، فرقه تقيله، فرقه جامده جدا. وقتها حسيت ان الموضوع ما كانش يستدعي ابدا طرد حسام ما حسن. كانش يستدعي. ما هو ده تحويل الماتش لغايه الدقيقه 40 وانا بلعب 10 تنفار. ايه، كره اترفعت، انا حسيت ان كاسونجو هم دول زق السيد فريد. ايه، جابوا جون التعادل، قلت خلاص هيكسر تايم هتغلب. فضلت بالاكسر تايم بال 10 دقائق، كان معايا احمد تمساح ماسك الزمالك، يعني انا اجيب كذا جون وانا 10 تنفار. اتعملت لعبت ضربات جزاء، اول واحد كان في الترتيب عبد الله بكري. اول ما ضيع ضربه الجزاء قلت خلاص، انا حطيت ايدي على وشي، لان عارف ان الزمالك مميز روحت. وكان المهد مميز، وقام ربنا اكرمهم بالخمس ضربات جزاء. مين كان واقف جول المهدي عندك؟ سليمان. مهدي سليمان. جون عالمي، من احسن الجون في مصر، هو ابو جبل، الاثنين بسم الله ما شاء الله يعني. عشان كده بتشوف مين فيهم افضل بامانه يعني، بامانه الاثنين زي بعض. لا، ما فيش حاجه اسمها لا كده. والله لا، ما فيش لا، حاجه ابو اسمها. جبل، ابو جبل تفوق، ابو جبل بص، المهدي تفوق في بيراميدز، ولما قعد يعني بصراحه زعلان عليه. طبعا. انت بتشوف اللي بيتعرض له مهدي سليمان ده ظلم؟ طبعا طبعا. هو انا يستحق ان هو يكون هو الحارس طبعا، الاساسي. الراجل كان بيلعب وماسك الماتشات وكسبان، مع احترامي لاي حد. انت تبدل ماتش، تبدل ماتش، تعمل تبادل. ولو قارنت ما بينه وما بين شريف اكرامي، ابو جبل كان مستمر. لا، ما بين مهدي سليمان وبين شريف المهدي. اكرامي. لا، ما شريف جون، شريف جون على جون، جون كبير، جون كبير. بس في حاجه، في استمراريه. واحمد الشناوي، احمد الشناوي يتقدر، احمد الشناوي جون موهوب. احمد الشناوي لما الاصابه، احمد الشناوي من اللي جون الموهوبه جدا. وشريف برضه عنده باع وعنده الكلام ده. طب انت النهارده الثلاث اجوان دول مكلفينك ازيد من 150 مليون جنيه. طب واحد ما بيلعبش، طب انا اطلعه في نادي يلعب. النهارده الاجوان الصغيره اللي طالعه بسم الله ما شاء الله، مصر لما لغت موضوع الحراس الاجانب مصر ناجحه في موضوع ده الحراس. حقيقي.